القاذفة بي-2 الشبحية الأمريكية، الطائرة الحربية الأغلى في العالم والأكثر تطوراً بمفهوم المهمات العسكرية التي تستهدف أكثر الأهداف تحصيناً. فما مميزات بي-2 وقدرتها الحربية؟ لا تمثل بي-2 ثورة بتكنولوجيا الطائرات الحربية فقط، بل إنها باتت مرتبطة باختراق المواقع المحصنة تحت الأرض وقدرة التخفي عن أنظمة الدفاع الجوي المعقدة وسرعة القصوى التي تتيح لها الاستجابة السريعة لاحتياجات تكتيكية متنوعة خلال تنفيذها العمليات. القاذفة المصممة من قبل شركة نورثروب جرومان اعتمدت تصميم الجناح الطائر الذي قلل من مساحة مقطع الرادار وسمح لها بالطيران على ارتفاعات منخفضة بعيداً عن رصد الرادارات، إضافة لميزات الأشعة تحت الحمراء والصوتية والكهرومغناطيسية والرادارية والطلاءات الخاصة، حيث بإمكانها الوصول لمسافة 6000 ميل دون التزود بالوقود. منذ دخول بي-2 التي تصل قيمة تصنيعها لنحو مليار دولار إلى الخدمة عام 1993، مثلت أهم مقومات الردع الفاعلة للولايات المتحدة وأعنف أدواتها لتنفيذ المهام طويلة الأمد، فهي القاذفة القادرة على حمل نحو 40,000 رطل من القنابل القادرة على اختراق التحصينات تحت الأرض لمسافة تصل إلى 60 متراً. وخلال الأعوام 2003 وحتى 2009 كان لهذه الطائرة دور كبير في حروب العراق، كما استطاعت التحليق من قاعدة وايتمان إلى أفغانستان في أطول مهمة أجرتها طائرة شبح. ومؤخراً قامت بضربة دقيقة لخمسة مواقع محصنة للحوثيين في اليمن، استهدفت مخازن للأسلحة والذخائر تحت الأرض. تلك الضربة التي وصفها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بأنها مثال على قدرة أمريكا بتوجيه ضربات عالمية في أي وقت وأي مكان، ضربة وصفتها تقارير غربية بأنها رسالة تحذيرية لإيران حول جهوزية القاذفة بي-2 لاستهداف المنشآت الإيرانية المحصنة، خاصة وأنها القاذفة الوحيدة القادرة على حمل قنابل GBU-57 الخارقة للتحصينات.